تحية في غاية الإخضرار، وبعد أنصتوا إلى هذا الكلام المهم الذي قاله لنا سعيد محمد الطاير، وهو رئيس المجلس الأعلى للطاقة والعضو المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي. الطاير قال لنا مثلا أنه هناك خطة لتأهيل أكثر من 30,000 مبنى. هذه المباني إذا تحولت إلى مباني خضراء بحسب الخطة، وهذا يبدأ في 2014، سوف توفر 40% من الطاقة المستهلكة. مدهش إنهم يفكرون للمستقبل. يا سلام عليك يا طاير. طبعا عارفين أن الطاقة هي العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. هناك العديد من المحاور وكذلك البرامج والمبادرات التي قام بها المجلس الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء مياه دبي. طبعا من أهم المواضيع اللي تناولها كتاب الطاقة هي الأبنية الخضراء، الطاقة المتجددة، التغير المناخي، الشركات الطاقة، طبعا فرص، طبعا التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام. حقيقة أكثر من 40 خبير في مجال الطاقة شارك في إعداد هذا الكتاب، من خبراء من طبعا المستوى الإقليمي والمستوى العالمي والمحلي كذلك. مهم جدا هذا أعتقد الكتاب، يفيد المهندسين ويفيد الخبراء ويفيد الاستشاريين والمهتمين بقطاع الطاقة. طبعا هناك العديد من المشاريع، مشاريع الطاقة الشمسية والتي ترتكز على استراتيجية الطاقة المتكاملة 2030، كذلك هناك مشاريع المتعددة أو المتعلقة بإعادة تأهيل 30,000 مبنى في دبي، جذب شركات، طبعا تحسين قطاع الأبنية من طبعا شركات عالمية وشركات، كذلك هناك شركات محلية. هناك طبعا تكلمنا عن الأبنية الخضراء اللي هي طبعا بتبدأ من السنة القادمة، وطبعا بتكون إجباري لجميع الشركات وجميع الملاك، بتكون هناك أبنية خضراء سوف توفر الطاقة في حدود 40%. طبعا الأبنية الخضراء تتكون من مواصفات قطاع الطاقة وقطاع المياه وكذلك المباني. كم كلفتها بالمجمل؟ طبعا صعب أن يحدد الكلفة، طبعا الكلفة طبعا من مبنى إلى مبنى يختلف، ولكن المواصفات هي مواصفات عالمية تم إعدادها من قبل بلدية دبي لهيئة كهرباء مياه دبي مع التعاون مع استشاري عالمي. تم طبعا طرح من ضمن مناقصة عالمية، واستقر الرأي على مواصفات تتماشى مع بيئة الإمارات، واعتقد أنها سوف توفر تقريبا 40% من استهلاك الطاقة، وهذا بحد ذاته يعود بالفائدة على المستهلك وعلى المالك، لأنه بيصير هناك توفير في الطاقة، وكذلك بنحافظ على البيئة وطبعا نحافظ على الموارد الطبيعية. تم الانتهاء تقريبا من المرحلة الأولى لمشروع الطاقة الشمسية، الآن سوف يتم إطلاق المرحلة الثانية، لو تعطينا لمحة عنها، كم تكلفتها والطاقة الانتهاء؟ يعني أنا ما بعطي يعني تقريبا المشروع، يعني سوف يعلن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ولكن الاستثمارات تزيد عن 1.2 مليار تقريبا. نحن نتكلم حين عن مشروع أكبر، حجمه أكبر، ونحتاج كذلك إلى بنية تحتية، يحتاج إلى محطة 400 كيلو فولت، ويحتاج إلى محطة 132 إلى 11 كيلو فولت. فبهذا الحجم إذا نحن نتوقع أن يكون حجم المشروع مشروع كبير. ذكرنا أن في 2020 بيكون 1% طاقة متجددة، 5% بنهاية 2030، وبنهاية 2030 كذلك 12% فحم نظيف، 12%
طبعا طاقة نووية و 71% غاز. في الوقت الحالي طبعا ما بيكون هناك إنشاء طبعا محطات نووية، وإنما بيكون استيراد من أبو ظبي، من المنطقة الغربية، عبر الخطوط الهوائية الطاقة النووية. فقرة النصيحة الخضراء هذه المرة ليست نصيحة خضراء في الحقيقة، ولكنها تذكير أخضر. احتفلنا قبل أيام باليوم العالمي للطفولة، وهأنذا أذكركم بالإعلان العالمي لحقوق الطفل، هذا الإعلان الذي صدقت عليه كل دول العالم تقريبا وكل الدول العربية. الإعلان يرتب حقوقا لكل طفل على ظهر هذا الكوكب. أريد منكم أن تتأملوها، وأريد منكم أن تفكروا أيضا كم من هذه الحقوق يحظى به الطفل العربي المسكين المنكوب. اسمعوا: يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وبحق النمو الصحي السليم، هذا هو المبدأ الرابع. المبدأ السادس: يحتاج الطفل إلى الحب والحنان والتفهم لينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح. يا سلام، الحب والحنان والتفهم، مش الضرب والعنف والشتيمة كمان. المبدأ السابع: يتمتع الطفل بالحق في التعليم، يمنح الطفل الفرصة التامة للعب واللهو اللذين يجب أن يستهدف أهداف التعليم ذاتها. المبدأ الثامن: يكون الطفل في جميع الظروف بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة، والكلام لأطفال سوريا المنكوبين. المبدأ التاسع: يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والعنف والاستغلال، ويحظر بأية صورة استرقاقه والاتجار به. المبدأ العاشر: يتمتع الطفل بالحماية من جميع الأساليب المعززة للتمييز العرقي والديني وغير ذلك من أساليب التمييز، ويربى على روح التفهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والسلم والأخوة العالمية، وعلى الإدراك التام لوجوب تكريس طاقاته ومواهبه لخدمة إخوانه في الإنسانية. خضر الله أيامكم وأعمالكم وعقولكم.